مرحبا بكم في قناة مريم أورحو. ما تنسوش ديروا لي أبوني وتفعلوا الجرس وديروا جيم وبارتاجيو الفيديوهات ديالي. سلام متتبعي الكرام، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غنشارك معكم شباكي ديال رمضان، طريقة ديال التحضير والمقادير ديالها. كتجي هشة ورطبة وما شاء الله كتذوب في الفم، وطريقة سهلة، وكاع اللي ما كيعرفش يشبك بهالطريقة ديال التشباك اللي غنوريكم غادي تولي وتعرفوا. يلا ندوزوا المقادير، ما تنساوش ديروا جيم. هنايا كي كتشوفوا معنا درنا جوج كيسان ديال اللوز اللي مطحونين، حمرناه وطحناه حيت درنا المقادير ديال جوج عجنات. دابا هنايا اللوز محمر ومطحون، ومن بعد غادي نزيدو عليهم جوج زلايف ديال الزنجلان اللي تا هو براسو محمر وعاد طحناه. شو كتشوفوا معنا باش ما كيبقاش كي خاصو يجي معلك، باش ما كيبقاوش هذوك الحبيبات تقطع علينا الشباكيه ديالنا. ومن بعد كنزيدو جوج معالق ديال النافع وجوج معالق ديال حبه حلاوه اللي كنكونوا طحنا معاهم جوج باكيات ديال المسكه الحره وواحد الكوزه. دونك كتشوفوا معايا حيت المقادير هنايا مضوبلين، درنا جوج عجنات تنفعوا حبه حلاوه، حتى هما كنحمروهم شويه وكنطحنوهم مزيان بحال هكا كيبانوا لكم كيجيو رقاق. ومن بعد كنزيدو جوج معالق ديال القرفه، كنديرو كاع هذاك اللي ناشفين كي كتشوفوا معايا، كنديرو جوج معالق ديال القرفه. ومن بعد عاد كنبقاو نزيدو المقادير الاخرين. هنايا عندنا زلافه ديال ما زهر اللي فيهم جوج دويمات ديال الزعفران شعره، كيكونوا كندوبوهم ومن بعد كنكبوهم على داك الخليط. يعني بحال قلت هاد العجينه كتهزل لنا 4 سلايف ديال المزهر كي كتشوفوا معايا. الا كنتو غديروا هي عجينه وحده كديروا غير جوج زلايف ديال المزهر. حنايا دوبلنا المقادير، نتوما كي كتشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد مي كنزيدو كنساليو من المزهر كنزيدو زلافه ديال زيت البلديه. يعني الا كنتو غادي ديروا غير نص مقادير كديروا زلافه مخلطه بين زيت البلديه وزيت الروميه. حنا هنايا درنا زلافه زيت البلديه وزلافه ديال زيت الروميه كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو. كنتمنى يكون الفيديو واضح والمقادير يبانوا لكم بطريقه مزيانه. ومنين تنساليو هاد المقادير تنزيدو جوج زبدات ديال ذلك كنكونو ذوبناهم حتى تيحيدو داك الكشكوشه، كيحيدو داك الرغوه ديالهم كيوليو يذهبوا لينا، وتنزيدوهم حتى هما حيت الزبده الا بقى فيها داك الحليب كمي كنجيو نطيبو الشباكيه ديالنا كيدير الرغوه. واخر حاجه اللي غادي نزيدوها في هاد المقادير ديالنا هو الخل. مي كتكون نص عجنه مي كتكون عجنه وحده كنديرو غير نص كاس ديال الخل، ولكن حنا هنا عندنا جوج عجنات عمرنا الكاس ديال الخل. الخل هو اللي كيعطي هذيك الرطوبيه وهذيك كتجي هشيشه ورطبه. صافي وكنخلطوا كلشي بيدينا مزيان حتى تجانس لينا الخليط، ومن بعد كنبقاو نزيدو في الطحين. انا كندير هذه الطريقه هي كتجيني سهله كنقدر نتحكم فيها. كاين اللي كيدير الطحين هو الاول وكيزيد عليها اللوز والزنجلان وداكشي عاد كيبقى يزيد في داك المواد السائله بحال الزيت وما زهر وداكشي. انا كنفضل هاد الطريقه، بهاد الطريقه كنعرف ان الشباكيه ديالي كي كتجي وكنتحكم فيها كنقدر نحركها كما بغيت. ومن بعد كي كتشوفوا معايا كنزيدو جوج خمارات، جوج خمارات ما كنديروش الخميره ديال العجينه، كنديرو غير خميره ديال الحلوه. الخميره ديال العجينه ما كنديروهاش، بهاد الخميره ديال الحلوه تبارك الله كتجي الشباكيه ديالنا فيها العوينات وعابره بالعسل. صافي كنبقاو هكايا كنحركو كنزيدو الطحين ديالنا كنحركو كنزيدو الطحين حتى نحصلو على العجينه المتجانسه اللي غنقدروا نخدمو. كتجي ما هي رطبه ما هي قاصحه بزاف، كتجي بين وبين. المهم هنايا هاد العجينه هذه تقريبا هزات لنا 4 كيلو ديال الطحين، حيت العبار ديال الزلافه، زلافه من كل حاجه كتعطينا 2 كيلو ديال الطحين. هذه هزات 4 كيلو ديال الطحين، ولكن على حساب الطحين اللي عندكم نتوما، كاين الطحين اللي كيشرب دغيا وكاين الطحين اللي ما كيشربش. صافي كنبقاو نعجنوها غير بيدينا ماشي كنعلكوها، كنديروا لها غير هكايا بيدينا حتى تنحصلوا على عجينه متجانسه.
من بعد كورناها بحال هكا وخليناها ترتاح من بعد نكملوا معكم. ما من بعد ما ارتحت لينا العجينه ديالنا كنديروا بحال غنديروا المسمن كنطلقوها وطولوها على جوج بحال غندير كي كنديروا المسمن صافي وكنخليوها ترتاح وعاد كنبداو نخدموها عادي كنبقاو نطلقوها بالطحين وكنبقاو نخدموها من هنيت كتجي رطبه وسهله. ثم كي كتشوفوا معايا هنايا كندير شويه ديال الطحين كنبقى نطلق العجينه ديالي كنطلقها شويه باش كنقطعها ندوزها في الماكينه. اللي ما عندوش هذيك الماكينه يقدر يخدم غير بالدلاك تتبقي دلكيها دلكيها حتى تحصلي على عجينه اللي كيكون السمك ديالها رقيق ماشي رقيق بزاف المهم متوسط. ما كاينش الا عندك الماكينه انتما الطريقه كي كندير كنطلقها بحال هكايا شويه بالطحين علاش انا كنخليها شويه رطبه كنبقى نزيد فيها الطحين صافي وكنطلقوها بالدلاك ديالنا كي كتشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد كنديوها للماكينه كنطلقوها على النمره 4 هي اللي كتعطينا ديك العجينه متوسطه ما هي غليظه ما هي رقيقه صافي وكنبداو نتشبكوا التشبيكه ديالنا. قطعه جديده كتعطيك الطروف نيشان كنبداو بسم الله من بعد كنحيدو هاد الجنب لي صافي كنبقاو نحيدو بحال هكا كتشوفو معايا كنبداو نشبكو الشباكية ديالنا كنحيدو ليها كل العوينات. طريقة ديال التشبيك كنديرو وحدة وهنا وحدة صافي وكنديرو ليها بحال هكا الشباكية ديالنا جاهزة كنتحزو هكا بالموس هنا. من بعد ما سالينا الكمية اللي عندنا ديال الشباكية كاملة في التشباك بهذيك الطريقه اللي وريتكم كتجي صراحه تشباك سهل وزوين في نفس الوقت صافي كنحطوها كي كتشوفوا معايا في البلاطويات وخلينا حتى الغد ليه مع الصباح طنطنا كنقليوها. وهنا وصلنا للمرحله ديال القلي كما كي كتشوفوا معنا درنا شويه ديال الزيت في المقله تسخنات وهذه العسل ديالنا وبدينا صافي دابا هنايا غندير الغطي وانا من غير اكل هنا من بعد ما تحمرات لينا ووصلت اللون اللي بغينا انا دابا تنحيدها تقدر بحال دابا انا نقدر نهز هذيك المقله كامله ولاني وليت كنحيد وحده بوحده باش اللي مازال ما طابش كتبقى تما كطيب كنحيدها كتسخونه وكنرميها في البلاصه فين دايرين العسل باش كتشد العسل حتى هي سخونه. كي كتشوفوا راه هي جات رطبه غايبان لكم غير من الفيديو بدات كتهرس ايوا كنديروها ملي كنسالي كنحيدها كامله وكنديروها في العسل كيكون ذوبناه شويه الا كان قاصح الا كان عادي صافي ها هي هكايا كنبقاو نفندوها في العسل وتنساليو الشباكيه ديالنا. ومن بعد كنحيدو الشباكيه من العسل كنخليوها تقطع وكنستفوها في البلاصه اللي بغينا. انتما كي كتشوفوا معايا جات الشباكيه رطبه وهشيشه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش بارطاجوه مع الاصدقاء وخليو لي لي كومونتير يكونوا زوينين باش تشجعوني باش نزيد نكمل في هذا المحتوى ولا نحبس. يلا حتى الفيديو الاخر ان شاء الله بسلامه رمضان مبارك.